مساء الخير، مختفية صح؟ لا تلوموني، هذا الأرطغرل سوى فيني حالة من الاعتكاف. قبل إذا أبغى يشوف سواته، هذا الكحل اللي ما له مثيل. المهم قبل لما أكون فاضية كنت أسولف معاكم، الحين هذا المسلسل مسوي لي قلق، لازم أخلصه بسرعة. الحين صلت حلقة ما أدري 65 جزء الأول، بعد ما ذبحه ولا العم. طبعا هذا كله راح يتم الله. زين، فذبحوا بنات، لما تحطون الكحل او تعتمدون عليه او بتموهونه موهوب بسرعة، لان هذا الكحل واتر بروف من سيري، فموهو سوي شغلكم بسرعة قبل لا ياخذ وضعه وينشف، لان اذا نشف خلاص هو، لان الكونسبت ماله كريمي واتر بروف، يعني مد معانا كريمي على كيفنا، بس ياخذ وضعه وينشف خلاص يصير ووتر بروف، ما يتزحزح. يعني اللي تحاتي ان كحلها يسيح، اللي تحاتي ان مثلا يبهت لونه، لا، هذا الكحل راح يصمد معاكم لين انتو تشيلونه بالريموفر. يعني هذا اقوى كحل مر علي في التاريخ، سيري دايما اسولف عنه. اوكي، ترك ثاني. الحين اذا انا بطول الكحلة وبيها يعني تعطيني افكت الكحلة، ما بي ايلاينر، شنو راح اسوي؟ ما راح استخدم ايلاينر، لذا حطيت ايلاينر خلاص راح الكونسبت مال الكحلة. فاخذ فرشة كذي واخذ شوي من الكحل لانه كريمي، راح ياخذ بسرعة، وبعدين امد اللحظة عشان تشوفون عدل. مديتها زيادة، يعني أنا اللوك هذا لوك المسلسل لازم كذي ممدود أكثر، وبعدين مسكرة. حبيتوا الكحل؟ أنا موت عليه. أنا شق الحين بحط لكم رقم عندي بالبوتيك من أجمل كحولات الدنيا. وصلت مرحلة لا شغلة خلاص، هما يسولفون بروحهم وأنا أسوي أشياء ثانية. المهم مسكرة اليوم راح تكون بانك من بنفة. وإذا حبها تكثف وما تخلي الحواجب تتكتل، الحواجب الرموش، سوري. أنا شكلي ما راح أواصل للجزء الثاني المسلسل، وايد طول. حس خلصت الأحداث، بعد شنو بيصير؟ شو ممكن يصير بعد أكثر من اللي صار؟ يعني هالأتراك ما أدري شلون يفكرون، ما شاء الله عليهم طلعون أحداث من تحت الأرض جد، ما أدري شلون يفكرون. مهم، ما عليكم، إيش رأيكم بالمسكرة؟ أجيبها صح؟ أحترم المسكرة اللي تكون بلدبل وما تكتل، تلصق لي رموش كلها، تصير كتلة. هذه ثالث طبقة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أبي خيال. أنا ما توقعت إنها بلدبل كذي، ترى مو مركب رموش ما شاء الله. وحطيت ثلاث طبقات، شوفوا النتيجة رائعة. المسكرة هذه بانج من بنفت، خطيرة. في منها سايزين، سايز الكبير هذا وسايز الصغير، اثنين هم موجودين عندي بالبوتيك، بحط لكم الرقم. هالمسكرة لا تطوفون، هالصج من أجمل المسكرات اللي تبي من مسكرة صجية. هذي الناس اللي قاعد يسألون عن الحبة، شوفوا انشفت بس للحين يعني عنيدة، باكر تنتهي خلاص، انتهى ثلاث أرباعها، بس باقي شوية. anyways مو موضوعنا الحبة، موضوعنا هالجلوس الخرافي.
بنات هذا الجلوس بس ينزل صدقوني راح تنهارون عليه اكثر مني. من اجمل الجلوسات اللي تعطي توريد وبلامبينج حق الشفايف يعني، وترطبها ترطيب مو بنص ساعة ساعة، لا لا ترطيب طويل الامد. ما اقدر اقول وايد اشياء بس بقول سون 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 قريب ينزل.